طيب احنا في الفقره دي هندردش معاكم كده في موضوع جدل، هيحصل جدل كبير قوي هنا في الاستوديو، ولا هيكون الفيصل ما بيننا، مداخلاتكم معانا ورايكم هيفرق جدا. طيب الفقره دي بتتكلم عن ايه؟ في دراسه في بريطانيا بتقول ان الجوازه الثانيه انجح من الجوازه الاولى، وكمان عملوا دراسات عليها ان يعني نسب الطلاق بتحصل بنسبه 45% من الجواز الاول، لكن النسبة دي بتقل ل 31% في الجواز الثاني. طبعا الدراسة دي حصلت في بريطانيا، ده مش رأيي خالص، فاحنا هنتناقش معاكم وهنستنى مداخلاتكم كده عشان نعرف رأيكم ايه في الموضوع ده. ده مش رأيي، نعرف بقى رأيهم ايه. نعرف بقى رأيهم ايه. رأيك انت يا نورة؟ يعني انا موافقة 100% بصراحة، يعني بحس فعلا انه الجوازة الثانية بتكون انجح من الجوازة الأولى. أولا بحس انه أزواج كتير، بحس أول جوازة دي هي عارف كده فار التجارب، انه اتنين لسه مش عارفين اي حاجه عن الجواز، ممكن يكونوا بيحبوا بعض وعارفين بعض قبل الجواز وكل حاجه، بس العشره والجواز نفسه ومسؤوليات الجواز هم ما يعرفوهاش، فهم الاتنين بقى بيجربوا في بعض. هي داخله وسمع جمله ايه، جوزك على ما تعوديه، فعايزه تمشيه على نظام وسيستم. هو داخل على فكره اذبح لها القطه، فماشي عايز يمشي نظام وسيستم. طبعا بتحصل خناقات ومشاكل وهي تعند وهو يرفض والحاجات دي كلها، فطبعا من كتر المشاكل بيحصل انفصال. في الجوازه الثانيه بحس بقى ان كل واحد خلاص اخذ الخبره واخذ الدروس المستفاده كده واسباب الخناقات كلها بتاعه اول جوازه، وكمان بيكون الراجل فهم سيكولوجيه الست عامله ازاي والعكس، فبيعرفوا ان هم يحتووا بعض او يتجنبوا المشاكل دي. يعني انت مع الدراسه دي؟ انا معاها جدا. انا مؤيده للدراسه برضو، انا مش ضدها خالص، بسبب انه المحيط اللي حوالينا والناس اللي احنا بنتعامل معاهم، بشوف انه هو لما تكون اتجوزت او هو اتجوز جوازه اولانيه وبيحصلش ان هم توفقوا في حاجه، وبعد كده بيتأنوا بقى في الاختيار الثاني وبيشوفوا هم هيرتبطوا بمين. الاول بيفكروا بالعاطفه قوي في الجوازه الاولانيه، لكن الجوازه الثانيه هم بيفكروا بالعاطفه برضو، ولكن هي بتبدا تشوف جوانب من شخصيته هي شافتها في الجوازه الاولانيه، فهتبدا تتجنبها، هتشوف هو راجل بيتحمل المسؤوليه بيقدر يحتويها، هل هو مستقل بذاته بعيدا عن اصحابه او عن اهله او عن ناس ممكن تاثر عليه في حياته. لا، هو كمان لما بيجي يرتبط ببنت تانية غير الأولانية برضو بيشوف فيها حاجات كتيرة جدا، غير الشكل، غير المظهر، غير أنه بس هم اهتماماتهم أنهم يسافروا ويسهروا ويعملوا، بيشوف هل دي تقدر تفتح بيت معاه، تبقى زوجة صالحة ليه والأولاد ولا لا. فأنا بحس أنه الجوازة التانية فعلا الطرفين بيتجنبوا الاخطاء بتاعه الجوازه الاولانيه، لانه اكيد ما حدش بيحب الفشل. يعني هم مش بتبقى انضج بالظبط، بيبقوا انضج حتى لو هم يعني، حتى هتلاقي انه لما يكونوا بيتطلقوا بياخدوا فتره كبيره قوي على ما بيبداوا يدخلوا في علاقه ويتجوزوا تاني، لانه بيكونوا خلاص هي بتقول او هو بيقول انا هتجوز ومش هحاول ان انا افشل، لانه محدش بيحب الفشل، فطبيعي هي هتتجنب كل الاخطاء والمشاكل، وهو كمان هيحاول ان هو يتجنب كل الاخطاء والمشاكل، وبيبقوا كمان اصغر في السن، فبيكونوا نضجوا وكبروا وتعلموا من اخطائهم. طيب بصوا، انا يعني انا مش هختلف معاكم كتير، هو ممكن اي حاجه في حياتنا، احنا عايزين حد يختلف معانا، مش هختلف معاكم كتير من ناحيه في حته واحده بس، ان اي شخص في الحياه لما بيجي بيمر باي موقف للمره الثانيه بيبقى انضج فيه، ده طبيعي جدا، بيبقى عنده خبره. اكيد طبعا عنده خبره وبيتجنب الحاجات اللي حصلت في الاول، بس انا شايف ان انا هختلف معاكم في النقطه دي بالذات، لان ان الجواز ده مش فكره او مش موقف احنا اتحطينا فيه، لا احنا من الاول خالص ممكن يبقى عندنا النضج، ممكن بنتعلم من اللي حوالينا ايه اللي بيحصل. يعني انا ممكن مثلا ابص لاصحابي اللي اتجوزوا، ممكن ابص مثلا وما اتجوزش. لا لسه الموضوع ممكن يعني ممكن على فكره لسه الموضوع حلو. لا الموضوع لسه خير يعني. فممكن اشوف الخبرات دي ممكن اكتسبها من افراد عيلتي مثلا اللي اتجوزت، ان اشوف ايه المشاكل ممكن تكون واجهتهم بالسمع، ممكن الواحد يحاول يشتغل على نفسه. بس مش بحس انه ده المظبوط. ليه؟ لانه انت شخصيتك غير ابن خالتك، غير اخوك، تجربه الجواز نفسها معاك انت هتكون مختلفه عن اي شخص تاني في العيله. ممكن تعرف حاجات بشكل عام، ولكن لما يبقى معاك حد في حياتك بجد وبيتقفل عليكم باب واحد، الدنيا بتختلف تماما، والمشاكل بتختلف على فكره. في مشاكل عامه دي بنجتمع فيها عادي بالزبط. كلنا في مشاكل هتبقى خاصه على حسب شخصيتك. كمان عايزه اضيف على كلام نوره حاجه، انت
لو هتقدر تسيطر على الاخطاء وتتعلم منها وتتجنبها في جوازتك، انت ممكن تكون متجوز شخصيه مختلفه تماما عن اللي ابن عمك او ابن خالتك متجوزها. فانتوا كل واحد وكل طرف ليه طبيعه تعامل وشخصيه مختلفه تماما. بالظبط، انا معاكم جدا في اللي انتوا قلتوه ده، انا مش هختلف معاكم فيه خالص، ده جميل جدا. هختلف عادي. لا لا انا مش هختلف في ده خالص، لان هي في الاول او في الاخر ده اللي انا كنت هكمله في كلامي، ان هو الموضوع كله بيختلف على العقليات. انا دلوقتي مختار بنت، احنا اكيد مثلا في مثلا معرفه لفتره او في فتره خطوبه كبيره، وعارف ان قبل الجواز حاجه وبعد الجواز حاجه، وكل اصحابي اللي اتجوزوا وسبقوني في القطر الحياه ده كلهم اجمعوا على كده. لكن في الاول او في الاخر بنرجع للعشره اللي ما بيننا وللتفاهم اللي هو اصلا طلع منه الحب او الارتباط رسميا طبعا. فدي حاجة أنا شايفها لازم تبقى موجودة، شايف إن دي لو موجودة ملناش دعوة بقى أنا بالموضوع الجواز التاني ممكن يبقى أنجح ولا لا. ما هي مش كل الناس بتفكر بنفس طريقتك اللي هي العقل والنضج والحكمة دي، يعني ممكن تكون أنت لما تتجوز هتفكر بالطريقة دي، لكن مزبوط. ممكن يكون في شباب وبنات لما بيتجوزوا بيبقوا بيشوفوا إنه في مسؤوليات كبيرة قوي عليهم، فبيبدأوا يقولوا إيه ده، إحنا إزاي دبسنا نفسنا كده، وهو بيبدأ يتخلى عن مسؤولياته وهي بتبدأ برضو تتخلى عن مسؤولياتها. خلينا بس ناخد رأي جلال عشان هي معانا على التليفون، وبعد كده نرجع نكمل مناقشتنا مع بعض. سيطري عليا، حاول اسيطر على غضبك. يا جلال ازيك؟ ازي حضرتك، عامله ايه؟ الحمد لله تمام، منورانا. طيب احنا بنتكلم على فكره انه الجوازه الثانيه هل هي انجح من الجوازه الاولى ولا لا؟ انت ايه رأيك؟ مش عارفه، مش لا مش شايفاها لا مش حاسه كده الصراحه. ايوه يا جلال، ايوه انت فين من بدري؟ انت فين من بدري؟ لا مش شرط، يعني انا ممكن اصلا ما اكون متعقدش نفسيا في الجوازه الاولانيه وداخل الجوازه يعني الجوازه الثانيه اصلا بعقد وكلافيع وهدب الدنيا اكتر. ممكن دي وجهه نظر برضه. لا وفي برضه يعني مقوله كده بتتقال يا اجلال، اللي هو ايه اللي يغلط مره ما يغلطش تاني، خلاص اتجوزنا مره وجربنا الجواز حلو جميل مش هنكرره. غلط جدا. لا طب احنا اصلا في الجوازه الاولى وبنكرر الاخطاء يعني في اليوم 20 مره. لا 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 انا قصدي غلطه الجواز نفسها، ان انا غلطت مره فمش هكررها. جريئه قوي، جريئه قوي، جريئه جدا. طب انا هسالك سؤال يا اجلال، يعني انت الاول متجوزه ولا مرتبطه مخطوبه؟ متجوزه. طيب. ربنا يكرمك يا رب ويسعدك في حياتك، وان شاء الله تفضلي كده طول العمر يعني سعيده في حياتك. ولكن لو انت قابلتي مشاكل مع جوزك في الحياه وصلت لدرجه انه مفيش تفاهم ما بينكم، انت هتفضلي ان انت تتعايشي مع المشاكل دي عن ان انت تتطلقي وتفكري ان انت ترتبطي تاني لمجرد ان انت ما يبقاش عندك تجربه زواج تانيه؟ لا انا لو خلاص الموضوع وصل لحيطه فسد، لا انا هفكر في الانفصال عشان خاطر عيالي، علشان الساعات في البيت الطلاق بيبقى احسن كتير من العيشه في البيت مع الضغوطات دي، هيأثر نفسيا على الاطفال، ما انا عندي اطفال فهفكر فيهم. لا هيبقى الانفصال طبعا هو الحل، والجواز التاني لا اكيد مش هفكر فيه بقى، هقعد اربي العيال لحد ما اشوف هعمل ايه. شكرا ليكي يا اجلال، نورتينا. طيب معانا تليفون تاني من جايلان. الو. ايوه ازيكم؟ ازاي عامله ايه؟ الاول هسلم عليكم، والموضوع ده جميل جدا. اتفضلي منورانا. الحمد لله. هو الموضوع ده طبعا شيق وجميل، وانا بشجعكم ان انتوا يعني تناقشوا فيه كتير. طب قولي لنا رايك يا جايلان، هل انت مع فكره انه انا ليا تجربه فاحب اعرضها؟ اتفضلي. اتفضلي. اوكي. انا طبعا زوجه تانية بس انفصال برضه، يعني زوجة انفصل يعني. تمام. بس انا ما بشجعش التجربه دي خالص خالص مع الاستاذ طبعا. ما تزعلش مني. التجربه الثانيه دي بيكون الزوج محمل بكل الاخطاء اللي عاشها في الزوجه الثانيه مع الزوجه الاولانيه، واخد خصالها وتجاربها وحاجات كده، وبيجي يطبق. وعلى فكره مهما كانت الماديات عاليه ومهما كانت المستوى الثقافي والتعليم، برضه بتقابلي ان هو متطبع، هو جاي لك متطبع، فبيبتدي يصب عليكي كل الخلفيه القديمه. هي مثلا بتخطا في كذا، يبقى انت لا لا خلي بالك. بتخرجي لا 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 مش عارفه ايه. بتلبسي لا 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 كذا. في كل حاجه بتبقى في عنده انطباع من جواه انه هيجرب التجربه دي تاني، وان هو كان جاي يصحح.
طب جايلين معلش عايزه اسالك سؤال، انت لما اتجوزتي جوزك كان هو منفصل عن مراته الاولانيه ولا كان لسه ما كان منفصل؟ اخذ وقت ما بين الجوازه الاولى والثانيه ولا خرج من دي على دي؟ كتير، انا خلفت ابني عنده 16 سنه، انا قعدت مثلا فتره مثلا 10 سنين بعاني من التجربه الاولانيه وحاجات كتير جدا، فانا ما بشجعش حضرتك الموضوع ده خالص. حتى ليا اصحاب كانوا سن الجواز زي ما بيقولوا كبروا يعني، فكانت اصحابي عارفين ان انا صاحب التجربه فكانوا يكلموني ايه جايلان احنا ممكن نرتبط او كذا، وجاي لي فلان وكان متجوز، جاي لي فلان وما زال متجوز. كنت دايما اقول لهم يعني صفقه، لان التجربه اللي انا عشتها فتره كبيره قوي ضيعت من عمري ما احبش حد يجربها، فكنت دايما اقول لهم ما شجعش الموضوع ده ابدا. يعني انت يا جايلان من كلامك تقصدي انه ان الشخص او الراجل اللي بيبقى عنده تجربه اولى في الجواز بيبقى متعقد شويه او بيبقى عنده بتفضل ملازمه؟ خلي بالك انا بقول لحضرتك دراسه عاليه، يعني هو مهندس كبير يعني وماديات عاليه وكل حاجه، لكن ما زلنا قعدنا 10 سنين بعاني انا واولادي من تجربته الاولانيين. يعني الاثنين، انا عندي 3 اولاد، اثنين منهم كنت بعاني جامد جدا ومشاكل بقى واهلي يتدخلوا وناس تمنع تقول لي يا جماعه انت كبير في السن. على فكره الفرق ما بيني وما بينه 15 سنه فطبعا انا كنت بحلم بان انا اخد حد كبير عشان يبقى بقى وتحتوي جدا، لان انا خبره في الحياه اكتر وكده وكان بالظبط كده. يعني انت يا جايلان بتقولي لنا انه زي ما انا كنت بقول من الاول، اللي يغلط غلطه الجواز مره اولى ما يتجوزش تاني. ما هو انا حضرتك انا تاني، ما هو انا بالنسبه له، انا بالنسبه لي اولى لكن بالنسبه له هو تاني. فحضرتك بتناقشي الزواج المره الثانيه، فهو ما بالنسبه له تانية، اللي هيفري على الراجل هيفري على الست. الست بتفضل عندها بتطلع بقى بتجربه انها مش عايزه حياتها التانيه تفشل، فبتبتدي تعمل حاجات غلط غصب عنها عشان تثبت الجوازه دي وتتنازل يعني. تتنازل لا، او انها تبقى حويطه قوي وكهينه قوي وحشه قوي، ولو له اولاد تعاملهم بمعامله وحشه قوي عشان هي عايزه تبعد الزوجه الاولانيه باولادها. بصي حضرتك، هو ربنا اللي ربنا قاله هو الصح، احنا بنقول مثنى وثلاث ورباع، في اسباب في اسباب كتيره جدا تمنع وفي اسباب تحل الموضوع. انا من وجهه نظري وتجربه خاصه، وحبيت ان انا اكلمكم عشان الموضوع ده بقى فيه على اليوتيوب وعلى الفيس حاجات كتير بتقول يا جماعه الجوازه الثانيه والثالثه والرابعه. يا جماعه الطلاق بيجي من الجوازه الثانيه والثالثه والرابعه، لما بتفتحوا الموضوع ده للناس كلها بتبقى سهله، ويجوزوا اولادكم بدون احتياطات وجوزوا اولادكم بدون تجهيز، كل ده غلط يا جماعه. جايلان احنا مبسوطين قوي ان انت شاركتينا تجربتك يعني، ويمكن ناس كتير تكون بتسمعنا دلوقتي حابه تسمع وجهه نظر مختلفه. بشكرك جدا وربنا يخلي لك اولادك كده ويعوضك بيهم خير. يمكن جايلان اتكلمت على نقطة مهمة جدا، وهي فكرة انه الشخص اللي بيتجوز جوازة تانية بيمر بتجربة أولى يمكن تبقى مريرة شوية أو صعب عليه شوية، بيفضل متأثر بيها، بيفضل متأثر نفسيا لفترة طويلة، عنده تراكمات وعنده زي كده عقد نفسية بيبقى شايلها، لأنه بيبقى خايف ومتعقد من انه يكون التانية شبه الأولانية، بيفضل في حالة مقارنة طول الوقت، بيقارن ما بين الأولانية والتانية، فهي بتبدأ تعمل مجهود عشان تثبت إن هي مختلفة، إن هي أطيب، إن هي أحسن، إن هي إن هو اختيار أفضل بكتير من الأولانية. ففعلا هي قالت نقطة مهمة جدا. هي نقطة مهمة، بس أنا بحس إن هي بترجع للشخص نفسه، يعني لو الشخص نفسه عنده نضوج كافي وتفكير يعني مختلف شوية هيتخلص بالظبط، وهياخد الدروس المستفادة زي ما كنا بنقول، وهيقدر إن هو يتجاوز ويعيش حياة أفضل يعني مع الزوجة التانية. لو شخص هو بطبيعته بيقارن زي ما انت بتقولي، أو طول الوقت حاسس ان كل الستات زي بعض فأنا هعملها بنفس طريقة الأولانية، مش هنتحسن يعني، مش هنعمل خطوة لقدام. طيب انا زي ما انا قلت لكم انا هفضل على رايي، المهم في الاول او في الاخر الاختيار، ان احنا يبقى في توافق فكري ما بيننا دايما في الاختيار، نعمل نبذل كل مجهودنا ان احنا نختار صح، سواء البنت تختار الراجل شريك حياتها صح، او الراجل يختار شريكة حياته بطريقه صحيحه، انه يحاول يكون في بينهم فتره خطوبه كفايه، ان يكونوا حاولوا يتكلموا في كل تفاصيل الحياه، ويكون بينهم دايما كل الهدوء كل الاحترام، ان يحاولوا دايما يتواصلوا يعني زي ما يقولوا كده ايه، لنقطه كده زي الجرين اريا كده، النقطه الخضراء كده، ان هو يعني يبعدوا عن المشاكل. فده علشان نتجنب بقى موضوع الزواج الاول والزواج نتجنب الزواج الزواج الاول يعني الزواج الاول يعني الفكره كلها عن الموضوع كله. طيب احنا كده خلصت فقرتنا عن الزواج الاول والثاني، وهنطلع لفاصل ونرجع معاكم عن فريق
انو بيس اول فريق مصري للالعاب الالكترونيه، وهنقدر نعرف كل التفاصيل عن الالعاب الالكترونيه، ونقدر كمان يعني نسال يوسف وفؤاد عن كل التفاصيل اللي واجهوها لما وصلوا لبطوله العالم. هنطلع لفاصل ونرجع لكم على طول، ما تروحوش في حته.